السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين حفيظ الراجي وين يؤكد على خسائر القادمة لكرة القدم الجزائرية وزويزو، يعني ما غادي يرحل، غادي ما يقعدش في الاتحادية الجزائرية. احنا قلنا لكم تعقلوا، خرجوا ناس بزاف يعني وين يحوسوا يكذبوا شوبير. نهار اللي قلت لكم بعد كاس الشان غادي يروح الوزير ويروح منا، راح الوزير خلاو هذا يدمروا به يابات، ومن بعد غادي يكملوا معاه. هو تالمو هو بالك كان يشوف في روحه بالك يدهي بهذاك الملف تاع كيسموه تاع باش يترشح العضو في الاتحاد الافريقي. قال بالك ندير كيما دار زويزف كيسموه زاتشي، نهار اللي خلى في طولي قلع، خاطش علاش؟ شكون اللي خوا هذا المنصب؟ شكون هو زويز؟ هو زاتشي يعني في تاع ود زميلي، ضربه تاع ود زميلي ما رسلوش كاع الملف، يعني ما رسلوش، والضربه تاع الزوجه يعني روطارديو ما عرفتش، وربح التونسي. الثالثه مع كيسموه مع هذا كيسمو يا ربي هذا ليبي، راحت يعني اهانه، يعني وشابوا اهانه رواحهم وكلش، يعني ب 2019 موراها فاني في طوله يترشح، راح خلى التونسي فات، هو راحت دوسي يعني اليوم الحمد لله يا ربي اكد فيها. نقولوا باللي شو كيفاش وين بسبب يعني تعجرف، يعني وين ولات كما نقولوا احنا جمهوريه داخل جمهوريه الاتحاديه، يعني في وقت مضى يعني من 2017، خاصه بعد يعني تنصيب فرعون في 2019، يعني ولاو دايرين جمهوريه وحدهم، يديروا تهديدات للدوله، غادي نتعاقبوكم وما نروحوش، ناس دعم في ناس، يعني لازم كاع الاعلام ولازم كاع الناس توقف مع زاتشي باش يروح للفيفا، باش تعقلوا عليه. هذا المشرف هذا اللي كان يقول لهم لازم كاع توقفوا معاه، لازم كاع توقفوا معاه، خاطر علاه جاب كاس افريقيا لازم يترشح. معكم عاقلين عليها الهضره هذه؟ اليوم شوف كيفاش وين وصلنا، يعني على ما تخرجوا تهضروا لنا هذه الهضره، يعني العايه اللي كانت من قبل. عرفتوا شو وين وصلتونا؟ عرفتوا وين وصلنا؟ وصلنا يعني خاوية، وين راهي خاوية؟ ومكاشي غادي يربح، مكاش واحد غادي جزائري يدخل ويجي ويربح، هي 15 عام 20 عام وحدة أخرى قارعوا لها من التالي، أبار اللي جاو الرجالة اللي عاودوا ولاو، يعني مي كنا نقول لكم 2019 قلناها لكم، قلناها لكم 2021، يا جماعة خلوا الحاج يجي قد ما يعني عنده ديك زيد التاليه هذه في 2022 في جويليا، يا ودي خلو جامل قاطر قال لهم والو، يا انا يا هو الحاج قاتل امي لفعلك، ولا حاج غادي هذاك المشرف تاعكم جاب الخميس، جاب الاربعاء الخميس عاود قلع راح، الحاج حط الدوسي تاعو قال لهم تربحوا، هي غادي تكونوا رجاله، واحد جا من قطر تلقى لكم زوج كلايم جيتو عندي الحاج لا، ولازم دير عليه رينيو، لازم دير تصريحات وتقول لهم رانا كلنا مور وراء هذا المدرب، المدرب يخدم خدمتي وانا نخدم خدمتي، الحاج قال لكم مدرب يخدم خدمتي وانا نخدم خدمتي، كي لازم نشكرو باش نترشح، قال لهم نشكرو باش نترشح، هاكو تشوفوا الملف تبقاو على خير، نعطيكم بالتالي هذه هي. وما الحاج كان في طريق مفتوح باش يدخل نورمال، الناس كاع مغياته بالك شفتو. نعطيكم حاجه نقاط، نعطيكم نقطه صغيره برك، الحاج محمد راو واحد كيما زويزو واحد كيما سرار قارعوا حتى الثمانيه تاع الليل باش حطوا الملفات، خاطش كانوا يقارعوا للحاج، قال لك زويزو قال لهم الا ترشح انا ما ترشح، سرار قال لهم الا ترشح انا غادي نحط الملف دعم للحاج، صابوه مجاسي كي تاكدوا راحوا حطوا الملف تاعهم. انا نعطيكم التالي كاع اش كاين، خاطش على الناس هو كي جا هذاك من الدوحه، يا الناس اتصلوا بالحاج قالوا له سي الحاج قول باللي رانا مور، هي قال لهم ماكو قولوا لي غادي راه هو، هي قال لهم شكاما قاعد يتشكم، اقعدوا تشكموا ودخلوا في حيط، داخلين في حيط وزيدوا تشكموا، دايك الواد وقاعد تقول لهم احلاه بروده،
يبدو أن الإعلامي حافظ الراجي مقتنع تماما أنه لن يكون للفاف أي دور مستقبلا داخل الاتحاد الإفريقي كما كان الحال طوال السنوات الماضية. أنا أقول لكم ونعاودها لكم، إذا قعدتوا كيما هكا وقعدتوا في نفس البريكون 21 عام 25 عام، يعني تا الناس تتغير وكاين اللي منا وكل شيء تغير باش تشوفوا بصح دروك. وأكد الدراجي في مقال جديد يعني بعنوان شؤون كرة القدم الإفريقية تسير دون الجزائر بأن لا حظ لجهيد زبيزف للفوز بمقعد القاد يعني داخل اللجنة التنفيذية للكاف خلال انتخابات شهر جويلية القادمة أمام منافس الليبي يعني عبد الحكيم سلماني شهر يعني الذي حسم يعني عدد كبير من الأصوات منذ مدة ولم يترك منها سوى 10 على الأقصى تقدير حسب توقعات العارفين بمسار التصويتات وكيفية الحصول على التأييد، ناهيك عن التصويت على البلد الذي يحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 والذي حسم من زمن لصالح المغرب ما دفع الاتحاد الجزائري للترشح لدورة 2027 التي تبقى معلقة ومرتبطة بمعطيات أخرى لم نعد نتحكم فيها منذ صارت شؤون كرة القدم تسير من دون الجزائر بسبب تراجع نفوذها. ويواصل الدراجي التأكيد على أنه على عكس يعني النظام تصفيات كأس العالم والذي سيجعل المنتخب الجزائري يتأهل بسهولة كبيرة، فإن زبيزف لم يتمكن من دخول الكاف كما أن لن تفوز الجزائر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا المغرب، فالمغرب حسم الصراع مبكرا لصالحه كما حسم يعني منافس زبيزف كذلك منذ مدة، ولتلك النتائج متوقعة وخسائر منتظرة. يعتقد حافظ الراجي أنه لم يعد هناك أمام جهيد زبيزف أي فرصة للبقاء على رأس الفاف والذي لم يعد يلقي إجماع داخل المكتب وخارجه في أواسط الأندية ووسائل الإعلام والجماهير كرة العريضة والتي نفذ صبرها بسبب تكرر إخفاقات وإسناد الأفق في ذلك غياب مشروع كروي واضح المعالم. يعني علاه كاين ناس يعني في الدوحة في اتحادية في دالي دوحة والناس لهنا وراء السيطار شي دايرين حاطين قاعدين هما يحطوا ناس يعني واي يعني هما راهم يعملوا يدوا في الدراهم يخلصوا يدوا الدراهم يديروا في لي زافير تاعهم، يعني اي اخفاق راه كاين الجراو يخرجوا يطيحوا لازم يزبوا صايك. المهم الضحيه كاينه، الكبش كاين تاع العيد، الكبش تاع العيد والله العظيم لا في المستوى كاع ما كاش كاع مشكل، الكبش تاع العيد فيها انا نقول لكم، قلت لكم نهار اللي جا روحوا عاودوا ولوش تا قلت لكم جا فوتوا به عام وبعد يقلبوا وبعد تجيبوا واحد يخطوا دروك راهم غير راهم السكات لهم ساكتين راهم غير خطوا شكون هو اللي يجي رئيس اتحاديه راهم يخطوا شكون هو اللي يجي رئيس اتحاد دروك يقول لك باللي راهم باغيين سرار بصح سرار وفاق سنين ما عندوش دراهم ما طاكش يمشي صرات كي غادي يخدم لك راكم غالطين تعقلوا مدور كيفاش كان يهضر والزدر تاعو وندير ونعمل وبالك واتونسيون منا عرفه ولا مشي طايقي مشيها زيد ثاني زبيزف يعني زبيزف كان هو السر تاع الحاجه ودي تاع السر تاع الحاجه هذوك كانوا باينين باسم الحاج كانوا تحت المعطف تاع الحاج هاي كاشي بعد يقول لك الحاج هو زبيزف هو اللي كان ناجح مشي الحاج داروها كيما هاك الناس ولا يقول زبيزف هو الرسمي الحاج ما كان والو زبيزف هو اللي كان يخدم عاودي له الشيطان اولادي راكم كبار هذه هي يكون على بالكم الناس هذوك اللي غلط كاين بزاف ناس غلطه كاين بزاف ناس اللي غلطه هذه هي ما غادي ما تقارعوش نقول لكم نعاودها لكم ما تقارعوش
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وسعيدكم.